السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الشروقي حيكم حياكم الله أخواني، مساكم الله بالخير. قبل كل شيء بسم الله الرحمن الرحيم، سامحونا على القصور. خلال هذه الفترة إن شاء الله يعني كنت أحاول كل أسبوع أريش لايف، خصوصا بعد الثلاث أسابيع المهمة اللي كانت في البحرين، خصوصا في رياضة الأمامي. فضيفنا اليوم ان شاء الله بنكون ندور في هاي الحول في رياضة الفايتنج والام ام اي، وان شاء الله بتستمتعون معنا باذن الله الواحد الاحد. اليوم ان شاء الله انا ما راح حطيت العنوان، اظن حطيت العنوان، وضيفنا جدا مميز وبتستمتعون ان شاء الله معانا، خصوصا اللي يحب رياضة الراسلينج والجوجيتسو وهو متخصص في ذي المجال. وهو يعتبر من اوائل المدربين في البحرين حق رياضة المصارعة، وطبعا يعني لو قلنا مصارعة مو باي مصارعة، رايح ماخذ العلم من أصوله وأساسه. حياكم الله أخواني الموجودين في كل مكان، كنوا موجود في اليوتيوب، في الفيسبوك والإنستغرام. حياكم الله أخواني، دائما مشرفينا. ما طولها عليكم، اليوم ضيفنا إلياس حمزة. خلنا ندخله معاي إن شاء الله لايف ونرحب فيه، واعطيكم مقدمة بسيطة عنه، وحياكم الله وان شاء الله بتستفيدون معنا. حياك الله حبيبي اخوي الياس، تسمعني؟ مايكك شغال؟ اظن مايكك مش شغال. السلام عليكم ورحمة الله. سلام ورحمة الله أخوي، شلونك؟ شلون صحتك؟ الله يسلمك، دائما مشرفنا ومنورنا حبيبي. نور نورك، الله يعطيك الصحة. خلنا اشرح بس في البداية مقدمة عن الياس. الياس هو يعني مدرب ومؤسس نادي ذا برايد ام ام اي في البحرين، وهو من اوائل مدربين المصارعة، وتدرب المصارعة على اسس جدا قوية. راح حق يعني دور وين السورس وراح لهم، وبنتكلم عن يعني الشيء اللي سواه خلال هذه الفترة إن شاء الله. وهو أوردي حزام بني في الجوجيتسو، وتدرب وأسس يعني بعد هني يعني هو تحت جي اف تيم خاص حق الجوجيتسو، وهي أحد الفرق الشهيرة في رياضة الجوجيتسو. وسوى هو جي اف تيم بحرين، ومثل البحرين داخليا وخارجيا، مثل وياب نتائج تحت يعني يعتبر في الجوجيتسو، في الحق اللي يفهم الجوجيتسو واللي ما له في الجوجيتسو، عادة يكون الجوجيتسو تحت أحزمة أو تحت أساطير معينة، بحيث أن أنت ما تستلم حزامك إلا أنت متسلسل تحت أساطير. أنا بخلي الياس يتكلم عنهم وبنتكلم بالتفصيل عن دي الموضوع، بس من أبرز النتائج اللي حققوها فريق ذا برايد ام ام اي وفريق الجوجيتسو، خصوصا جي اف تي بحرين، بطولة الجراند سلام وميداليات حققوها في بطولة العالم في أبوظبي. موجه لهم تحية أخواني، اللي يعني أنا ما بذكر أساميهم لكن كلهم أبطال، الله يعطيهم الصحة والعافية. الياس دائما مشرفنا ومنورنا اليوم. عكس نورك أخوي، الله يسلمك حبيبي يا أخوي حبيبي. في البداية أخوي، أنا يعني مقدمت أنا أري بسيطة، مو أنا أري إنجازاتك أكثر من كذي،
لكن أري من تواضعك دائما تعطينا الأشياء البسيطة, ما تعطينا الإنجازات القوية اللي أزيد وأزيد, ونحن عارفين الإنجازات هي بعد أكثر. بس بنتكلم في البداية عن فترة التوقيف دي مالت كورونا وشلون أثرت عليكم على فريقك. نعم, بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء جزاك الله خير على المقدمة جدا جدا مفيدة, يعني هذه المختصر مفيد يعني صراحة. وشيء ثاني, فترة الكورونا حين الله يسلمك أثرت على طبعا كل العالم, بعض الدول أكثر من دول أخرى, يعني يعتمد على على القوانين. يعني مثلا حتى في أمريكا من ولاية لولاية يختلف. إحنا في البحرين من خلينا نقول كنوادي فنون قتالية تأثرنا جدا, أنا ليوم كذي ما نقدر نسوي سبارينج يعني. ليش؟ لأن حكم القانون ودي أي منتقاد يعني, بس هذه هو الواقع يعني اللي هو يعني تحفظ الحكومة على أو مبادرتها إلى يعني مانع انتشار هاي الفيروس, حطت هالأمور توعوية أن ليوم كذي ما نقدر نسوي الكونتاكت في الجيم. صح كلام, لازم يكون عن مسألة اجتماعية. هاي شيء وايد يأثر على اللاعب في فنون القتالية, لأن يعني زبدة فنون القتالية أو الثمار هاي يطلع من هاي الاحتكاك. فهم قصدي؟ فهم. فأثر طبعا, أثر على الفريق, وأنا من المدربين اللي ليوم كذي ما رجعت النادي. لأن وايد صعب إن النادي ينتج ويثمر على فقط درلز, سولو درلز, وهلو نفس الوقت ما نبي نكسر القوانين. ونفس الوقت خن يعني أنا من الأوادم اللي نقول خن نحل المشكلة من جذورها يعني, أو أسرع طريقة خن يعني خل الحين مثلا نجوكم نقول إحنا ما بنتمرن عشان المركز مشكلة. إذا كانت بتأخذ السنة ممكن تأخذ 3 سنوات, إذا إحنا بدينا على النص والنص. فهم قصدي؟ صح كلام. أو من النوع اللي خل هاي الفترة تعدي بأسرع وقت بعدين نتمرن مثل ما نبي. فطبعا أثر علينا, لكن الحمد لله بس صار فيها تطور. يعني أنت تشوف, لأن أنا كنت قاعد هالفترة كلها عندي دراسات, فمن ناحية النظرية من ناحية العلمية الحمد لله تطورنا وايد. أوكي. ويعني ما بكذب عليك, صار عندي فرصة أن أتمرن 101 أو 2 فقط يعني شخصيا, ك بس لاعبين اللي توثق فيهم وعارفنا أسوي تست. إيه. فمدوني أسوي تست حق تكنيكات جديدة ودراسات, بس يعني بطل مخي على أشياء وتكنيك ثانية, لأن أنت العادة إن أنت تدرب يوميا في النادي, أنت ما عندك هاي كمدرب ما تقدر كل يوم تسوي تست تشوف شيء وتسوي ذي, عرفت؟ فحين أنت عندك نفس مرحلة كمدرب نسوي تست تكنيك. أنت لأن أنت حق الطالب مالك في النادي يدفع لك اشتراك, أنت ما يدفع لك اشتراك عشان تسوي له تست جديد. صح شيء أنت ما تعرفه. صح كلام. هلون كل من بيسوي, عرفت؟ صح كلام. فهذه عطانا كمدربين يعني المدرب اللي يستثمر إنه يشاهد الفيديوهات الفايتات الديفيديات اللي موجودة أونلاين ويدرسها يعني دراسة صحيحة استفاد في الوقت. فإحنا هذه استفدنا, إحنا أنا حاولت أشوفها بهالإيجابية إن الحمد لله قدرت إن أدخل تكنيكات جديدة ومعلومات جديدة, وإن شاء الله إذا رجعنا النادي بيكون عندنا يعني لعب ثاني, لعب جديد يعني موفقين منه إن شاء الله. الياس يعني الحين أنت بحكم تواصلك مع مثلا البرازيل تواصل معهم, تواصل مع داغستان مع المصارعين هناك, هم شنو اللي سووا في كورونا حقي يقدرون ان انتم وقفتوا تمرين هم وصلوا تمارين؟ يعني هم شنو اللي فرق عنه؟ يعني هم عندهم اوريدي راسلينج بيكون فيه فول كونتاكت, الجوجيتسو بيكون فول كونتاكت, شو اللي فرق عندهم هناك؟ شو اللي شوفيته؟ هل يستخدمون الدامي نفس اللي عندنا مثلا ولا لا؟ والله الشيخ يعني هم هناك صراحة موصلين تمرين يعني الحين يعني فترة وقفوا يعني يمكن شهرين نقول, خلينا نقول وقفوا شهرين. أو البرازيل مثلا برازيل وقفوا شهرين 3. أوكي. أظن برازيل ليو الحين رجعوا التمرين, في ناس ليحين على مسافة تباعد اجتماعي, وفي ناس ليحين على أو في ناس ردت التمرين بشكل عادي بشكل طبيعي. في داغستان رسمياً ما في تمرين غير مسموح لهم, بس الناس أكثرهم 70-80% يتمرنون يعني. أوكي.
يعني ما في تجربة نقول والله نستفيد منها من البرازيل ولا داخستون؟ والله صراحة ما يعني ما 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 في مشكلة لأن الشيخ وأقول لك الشيخ لأن هذين أصلاً دول ما تفحص أصلاً. تشوف برازيل ليوم كذي من دول اللي مرتفعة يعني جداً يعني في الكورونا يعني كان بس ليه حين يتمرنون بشكل طبيعي. وصراحة أنا سألت وما شفت أحد اللي قال لنا قد صارت مشكلة في النادي يعني. وأنا حتى سألت مدربي هو أندرسون بافاو اللي ما أعطاني حزامي البني. هو مدرب حالياً في ولاية تكساس. تكساس من المناطق الله يسلمك اللي افتحوا حق المدربين. أوكي. يعني هما بس وقفوا شهرين. أوكي. شهرين وقفوا بعدين حكومة سمحت لهم عقب شهرين فقط. يعني هما من شهر 5 يتمرنون. ما شاء الله. وأشوف صور وفيديوهات تقريبا 30 شخص على المات يوميا. ما شاء الله. مدربي دارب هناك. ما شاء الله. حتى أنا اتصلت فيه أسئلة يعني لأنه مو بيومين صار شهور هاللون. فتعرف كنت يعني اتصلت له وبسأله إذا هل صار في يعني أي خل نقول أي جانب ردي عليهم طلع عليهم بالردي أو يعني تعلموا من شيء سووا شيء يعني حاولت تعرف لأنه يعني صار سبحان الله يعني صار شيء غريب لأن تشوف 30 واحد في النادي تمارين يعني وهم نواديهم يعني ما تكون وايد وسيعة يعني تكون وايد لا النادي مو وسيع مو نادي وسيع يعني مو 30 40 متر على قاعد على نادي مثلا عندك 500 متر مربع مو كذي السالفه. اوكي يعني كلش ما في تباعد اجتماعي ولا في شيء. لا اقول لك تمرين 30 40 واحد على المات تمرين طبيعي سبورينج تكنيك دريلينج غريب الموضوع كنا ما في كورونا يعني كنا ما في كورونا. كنا ما في كورونا. أوكي. زين. حتى أنا تعجبت يعني تعجبت وسألت يعني شنو سويته هل صار يعني قال كانت عندنا بس طالبة واحدة اللي فحصت بوزيتيف خليناها تقعد في البيت وذي بس يقول غير ذي أبدا ما عندنا أي مشكلة. قلت زين احتياطات شو تسوون؟ عطار يعني احتياطات عادية قال غسل المات وكل من يحط يعني هاي سانيتايزر يسمونه ذي إيه لا سانيتايزر قام الشيوط مثل ما زي يعني مشكلة وعندهم كلش مشكلة. إنزين الحين شنو الخطة الجاية؟ الحين صعب واحد يسوي خطة ثابتة يعني الحين أي واحد يسوي خطة يعني أنا حاط في بالي خطة بس يعني مو بثابتة مثل ما يقولون مرنة فلكسبل. أوكي. لأن إحنا إذا حطينا خطة ثابتة قلنا بنمشي عليها والوضع طول بعد أكثر من كذي بصدنا بعد صدمة عرف فهم قصدي يعني من توقع أن ليه شهر 10 إحنا اللي هم بنتمرن إيه من توقع أنا رديت نص ثلاثة صار قانون إصدار إنه قانون وزارة إنه يسكون الجماعات. أوكي. إذا من توقع ليه شهر 10 من نص ثلاثة ليه شهر 10 ليه هم ما نقدر نتمرن بشكل طبيعي من توقع ذي كل ما قال في ناس قالت شهر في ناس قالت شهرين في ناس قالت لي ها شهر 8 في ناس قالت سبتمبر انت توقع لي شهر 10 زين اليوس يعني الحين ما توقع ان نقول والله نبتدي شويه نبتدي الاعداد العضلي نبتدي الاشياء دي كلها حق ان نقول بدايه السنه يكون الربع جاهزين ان نروح وياهم الدريلينج ويا السبورينج صح لا طبعا اللي عنده وقتي اللي عنده صالة حديد يقدر يروح لها اللي يقدر يشتغل على أشياء لياقية نفس سيركت تريننج يسوي لها في يعني ما يحتاج مكان عون حتى في البيت يقدر يسوي له سيركت تريننج بس حفاظا على اللياقة أو يسوي الجري ويا السبرنتات عشان يكون إنه عشان يكون فيها يعني شوي انفجارية غير الجري العادي لأن الجري العادي مثل ما تعرف أخوي حق الفنون القتالية يعني ما تساعد ما يساعد احنا تحتاج نفس زياده وارتفاع في الهارت ريت احنا بالضبط الهارت ريت لازم يكون جدا عالي في يعني انفجارات عاليه على فتره زمنيه قصيره عكس الجري نعم زين الحين ذا برايد ميمي نعم في خطة ان انت تبتدي تنتج لاعبين ام ام اي غير عن لاعبين الجوجيتسو والراسلينج؟ انا وايد مستانس سألتني هالسؤال ليش؟ قولي ليش؟
تفضل. انا اسمي نادي ذا برايد ام ام اي. حلو. أو حلو. انزين وناس كانت تقول لي انزين ليش لاعبين كلهم في الجوجيتسو؟ ممتاز. فاهم قصدي؟ صح. انزين انا الحين بدش في الام ام اي، ليش الحين ادش في الام ام اي؟ ليش مو قبل ادش في الام ام اي؟ اخوي الام ام اي عباره عن فنون قتاليه مختلطه، يعني انت لازم يكون عندك يعني انت لازم يكون عندك اساس في فنون قتاليه قبل ما تدش في الام ام اي. انا ما يصير واحد يجيني زين مو بدارس شايف مو متخرج ثانوي اقول له تعال دش جامعه تخصص خلينا نقول هندسه زين ريال الحين في الرياضيات اذا اعطيه جدول ضرب ما يعرف جدول الضرب عادل شلون ادرس هندسه دي؟ بس اليوس يعني انا في ذي النقطه يعني الحين بدا الموضوع بعض اللاعبين حتى في على مستوى اليو اف سي وامريكا او يعني حتى تشوف انت الحين مثلا تسمع بروس بافر يقول كيك بوكسر ولا بوكسر ولا راسلر ولا جيجيتسو ولا احب اللي يقول ام ام اي بلاير لان يعني بطلوا عينهم وهم يلعبون ام ام اي فبداوا شيء يعني صغار يعني احنا خلنا ناخذ مثلا عندنا من علي يعقوب ايتو ونتكلم عنهم ان شاء الله ان شاء الله. اذا انت بتي تشوفهم قول والله هم بطلوا عينهم هم صغار رحين و نور نوركم حياكم الله اخواني بطلوا عينهم تدربوا سيده على الام ام اي فهم حتى يعني اذا بيقول الله هذه ام ام اي بلاير فهمت الفكره فهو خذ إيه؟ فانت هل انت تفضل ان نقول والله هذا يعني الحين تشوف حتى في بعض الابطال تشوفهم يقول والله يصير يقولون عنهم ام ام اي بلاير لكن الحين حلو لحظه بس ابي بايودك على نقطه شوي مسامحه عطني اسم الابطال اللي معروف عنهم حاليا اللي يود الحزمه توني بتكلم عنهم اللي يود الحزمه حاليا كلهم يا راسلر كيك بوكسر اي بس من لحظه في بطل يذكر في البول الحين نتحدث حاليا لا بطل حاليا لا معروف شوف بقول لك نقطتي بس بكملها السبب شنو السبب ان لاعب الام ام اي اللي بيور بطل عين على الدنيا الام ام اي للحين صغير توهم يعني اللي الحين توهم طالعين اللي نقول عنهم ام ام اي فايترز مو عندهم الباك جراوند وشيء طبيعي انا متاكد 100% انه هو عنده ميول حق شغله معينه مثلا حصله اوكي ام ام اي بس لكن عنده ميول انه عنده ادفانتج في الجيجيتسو ادفانتج في الراسلينج ادفانتج مي واحد كامل والكامل الله سبحانه لكن انا هذه اعتقد المستقبل الجاي انه بيطلعون باللاعبين ما في عندهم الاساس اللي احنا اللي بدأوا فيه الام ام اي يعني يجيني واحد يقول لك والله انا اساسي كاراتيه نفس مثلا وندر بوي ولا اساسي انا الراسلر نفس حبيب ولا اساسي كيك بوكسر نفس اديسانيا لكن انت قول خلص لك سؤال زين في ناس صالهم يتمرنون ام ام اي فوق 10 سنوات وايد ايه صح لا لانه هو يعني 93 نقول هم يعني بدأوا نقول ايه انزين يعني الحين ليش لاعب نفس هنري سهودو يتمرن ام ام اي 3 سنوات ويصير بطل يو اف سي وياخذ حزامين في 3 سنوات او 4 سنوات لانه في اساس لانه مو باي اساس بعد فهم قصدي يعني هو يمكن عنده 4 سنوات ام ام اي غيره عنده 20 سنة يمكن عنده 10 سنوات 15 سنة خلينا نقول من ام ام اي ما يوصل نص اللي يوصله اوكي الشيء معروف اخوي يعني اذا نحط ارقام ونحط ادله ترى مو في صالح اللي يقول البيور ام ام اي فايتر يعني احنا لان نبي نتناقش ونبي نوصل لحل اخوي لان وايد ناس يقولون في اخوي لازم نحط ارقام لازم يكون يعني لازم يكون شيء علمي لازم يكون شيء علمي عشان نقدر نمشي عليه انا ما بمشي على اي شيء واحد يقوله لي الا اذا كان يقدر يدعم النقطه اللي يقولها لي فاهم قصدي لان انا هاي نقاشات وايد حصلتها من قبل اوه خلينا نسوي ام ام اي فايتر خلينا نسوي لاعب ام ام اي دي يعني يطلعون لاعبين زينين انا ما اقول لك ما في لاعبين زينين اللي مبتدئ هاي مو نقطتي نقطتي ان احسن لاعبين في الام ام اي هم اللي عندهم ساس اللي عندهم بيس قوي
جاي من لعبه قديمه غالبا من الرسلينج. الحين في استثناء صار في السترايكينج عندنا هاي اديسانيا سوى استثناء في السترايكينج هو يعني يعني اول لاعب نشوفه هالمستوى اللي جاي من باك جراوند كيك بوكسينج بحت وانقلع حق الامام بشكل حلو. نرحب في بطلنا حمز الكوهجي حياه الله دائما مشرفنا ورئيس الاتحاد البحرين في القتالية بعد كان معانا وحاموني السعدون حياكم الله اخواني دائما مشرفين حياكم الله. فنقطتنا احنا اتفقنا الحين ان اللاعب الامامي اساس لازم يكون عنده اساس باك جراوند يكون لعبة معينة من اللعبات الاساسية اللي لها باع طويل في المارشال ارت. اوكي فانت بديت يوم بديت الحين اسست رابعك من ناحية راسلينج وجوجيتسو شفت ان هما وايد زينين في ذي المجال الحين ابتدي انا ارفع عندهم الاسترايكينج مو بس سترايكينج حتى الجرابلينج حق الامامي يختلف اخوي مو قصدي يعني في اول ما تحط على حق بعض الشغلات تقول ان انا زين في الرسلينج انا زين في الجوجيتسو يعني الرسلينج والجوجيتسو ما بيكون زين في الامامي السالفه مو بسيطه مو سويتش يعني بس كذي بسيط لا 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 بس احنا الحمد لله دائما اسلوبنا كان في الجوجيتسو والرسلينج انه يكون قريب حق الامامي ما اقول نفس الامامي لانه ما تقدر تلعب لأن سالفية بكسر كل شيء بيختلف كل شيء يختلف نعم. بس احنا شنو دائما اسلوبنا في الرسلينج والجوجيتسو نعتمد على الاساسيات والاشياء اللي ما يبيها وايد حركه والحركه اللي مثلا نقول بريشر خلينا نقول بريشر اللي فيها ضغط انه بحيث انه ما اعطي لاعب خصمي مساحه انه يتحرك. اوكي هاي اسلوب الجوجيتسو غير من اسلوب الجوجيتسو مثلا اللي مفتوح. اوكي اسلوب الجوجيتسو اللي مفتوح هاي تلاقي عنده مشكلة في الأمامية لأن حتى إذا صار فوق ما يعرف يتحكم في خصمه لأن في البطولات الجوجيتسو ريال ثاني إذا وصلنا للأرض غصبا عنه يلعب لازم الحكم بيقول ألعب. أوكي بس في الأمامية إيش يصير إذا ما نتحكم فيه بيرفسك بيسوي تكنيكال ستاند أب بيقوم يوقف الحين تعال رد طايحة من جديد. صح كلامك وهذه كلها جهد وطاقة ونفسيا ساعات يأثر في اللاعب نفسي. انا طيحت واشتغلت عليه عشان اوصل للارض اللي هو المكان او لعبتي او المكان اللي فايت اللي افضله انا وستيل يريد يوقف. اوكي انزين في بدي شويه تكنيكال يعني تمارينكم انتم باستخدام مثلا الكيج ان انتم تحسون باحساس الكيج تستخدمون الاشياء دي كلها هل عندكم بعض التمارين ولا انتم بس تركزون على الرسلينج بشكل إن لا قوانينها الحين شوف حق اللاعبين اللي بيدشون في الأمامي قاعد نركز على تكنيك الكيج لأن الرسلينج على الكيج بعد شبه لعبة ثانية غير عن الرسلينج العادي يعني حتى معروف في الأمامي إذا أنت تلعب ويا مصارع أحسن منك. أوكي أنا الحين ألعب ويا واحد خلينا نقول بطل أولمبي في الرسلينج وبطايحة أوكي أحسن شانس عندي القفص أها عرفت ليش أنا ما يقدر يسوي سبرول. أوكي وعندك أشياء ثانية تقدر تدخلها في الموضوع يعني تقدر تستعمل سترايكينج أكثر شوية تقدر تستعمل دي على ساعة هم أنت في الكلينش هم ما يقدر يطقك هم ما يقدر يسوي سبرول فهني تأخذ وايد من أسلحة المصارعة إذا تحط ظهرها على الكيج. أوكي زين التمارين لأن حق التمارين أنت حب تبتدي إن شاء الله التمارين الأمامي شنو الخطه اللي حاطها في البدايه ان انت تقول والله انا هل بتجيب مدرب سترايكينج ولا انت بتكون معاهم في السترايكينج لان انت اوريدي عندك شهاده في البوكسينج واوريدي عندك شهاده في السترايكينج ولا هل انت عاده انا لاحظك لان انت تجيب دائما من السورس نفسه مثلا اذا بتاخذ راسلينج راح يدخستان جوجيتسو راح يت البرازيل قلت والله انا ابي ملاكمه مثلا بتروح هل انت عندك خطه انك بتجيب مثلا سيمينار ولا بتسوي شغله من هالاشياء اللي انت تسويها كل سنه؟ نعم زين الحين السؤال الحين هو بشكل عام كان عن شون النقلة بتصير حقيقية؟ النقلة هل إيه؟ هل أنت شنو كان أول جزء يعني من السؤال نسيت؟ يعني نقول إيه يعني أنت بتبتدي الحين إن شاء الله درب MMA يوم. فأنا هل بدربهم سترايكينج بدربهم سترايكينج أو بدربهم MMA أو؟ إيه يعني هل بتبتدي موضوع السيمينارات بتجيب لهم مدرب ولا أنت بتبتدي معاهم شوي شوي في البداية؟
انت يعني انا لاحظك ان انت دائما تقول والله انا اذا بتعلم شيء اتعلم شيء من اساس من السورس. نعم صح. الحمد لله. تشوف انا كنت بدايتي مويتاي قبل الجوجيتسو في ناس ما تذكرها شيء, بس كنت كان عندي خلفيه في المويتاي قبل الجوجيتسو. مثل ما قلت ان اتعلم من الاساس الحمد لله. انا رحت تايلاند 2011 2012 العب مويتاي وتدربت ببوكسينج لين كنت في بريطانيا, وجبت حتى سيمينار مثل ما من سنة 2014 أو 2015 جبنا مدرب من أمريكا في البوكسينج, مدرب أبطال العالم, هاي مدرب نفس درب ناس نفس فيتور بيلفورت, درب ناس نفس مارلين مورايس, درب ناس نفس موريلو بوستمانتي, دان هندرسون, يعني الأمامي وايد اشتغل ويا وايد أبطال في اليو إف سي. فحين اما بالنسبه حق الخطه في خطه النادي بتكون ان بنيب احنا ان شاء الله الشخص السترايكينج ممكن تكون استعانه بخبير محلي. انا بشتغل يا شباب بس ان شاء الله يعني احنا قاعد نتكلم ويا يعني بعض اللاعبين المحليين اللي متخصصين في المجال وان نتعاون ويكون في تعاون عشان نطور السترايكينج. وبيكون في تركيز على تمرين الجرابلينج حق الامامي. يعني انا عندي الجرابلينج حق الامامي هو 70% من 70% بالامامي. يعني انا ما اتحكى بس راسلينج جوجيتسو, انا اتحكى عن التيك داون, اتحكى عن يعني الحلول اللي عندك من السنجل لاج او دبل لاج, انا اتحكى من الكلينش الراسلينج من الكلينش, لان وايد مصارعين اللي بس يلعبون في فري ستايل مو بقواي في الاوفر اندر في الكلينش بوزيشن. انا اتحكى عن راسلينج من على الكيج, اتحكى انا عن السكرامبلز, اتحكى عن شلون اخلي الواحد ما يوقف بعد مرة طيحته. فهاي كلها اتحكى لان اقصد جرابلينج حق امامي, ما اتحكى بالتراينجل تشوك وطوف الجارد ودي لا. هاي كلها يشمل مو بس سالفة راسلينج, مو بس سالفة جوجيتسو, وحتى مو بس سالفة الدمج بين الراسلينج والجوجيتسو. والياس يعني الكثير من الناس, أنا بس بوضح نقطة وايد مهمة, كثير من الناس ما يتخيلون كمية التكنيكات اللي موجودة حق أنت بس يعني. وأنا بأخذ مثال بسيط, مثلا أنت حق أنت مثلا أحد يمياودك في الكيج تبي تقوم شلون تستخدم الكيج, او انت تبي واحد بيستخدم الكيج شلون تنزله. ناس وايد ما تتخيل كميه التكنيكات وكميه التعب والفكر اللي يستخدم الفايتر حق يقدر يقوم. ولذلك انا دائما اقول للاعب الام ام اي او الفايتر بشكل عام, اي فايتر اي لعبه, لازم يكون ذكي, لازم يكون عنده المالتي تاسكينج, لازم يكون عنده انه يسمع ويشتغل ويفكر ويخمن الخصم ايش بيسوي. فهذه الأشياء يعني إذا أنت بس تشرحها بشكل بسيط حق الناس اللي تبي اللي يقول والله مثلا راسلينج شنو شفير راسم بطيحني بقوم أو بطيحه بيوري لي بطيحه, فهمت الفكرة؟ فأبيك بس تشرح بشكل بسيط إن الأشياء اللي وايد التكنيكات الموجودة الثقيلة هذه شلون تحفظونها شلون توصلها حق اللاعب نفسه. شوف يعني الجرابلينج يعني مادة مو خفيفة, يعني مادة يبي لها سنين حق السعاب. ومن كذي أنا كله أنصح الشباب إنه يتمرنون جرابلينج كجرابلينج غير عن حصة الأمامي عشان يقدر يأخذ يعني يقدر يعني يستوعب شوي من الحس والحركة, بعدين يقدر هو يشوف شنو المناسب له حق أمامي ويحطه ويركز عليه. بس مثل ما قلت أنت أخوي مشكلة يعني في وايد أشياء تقدر تسوي على الكيج, يعني في وايد أشياء تقدر تسوي على الكيج. مثلاً إذا ضربت المثل شلون أقومه وشلون أقومه شلون أرد أوقف, عرفت؟ نقدر نستعمل ساعات تكنيك اللي أبعد اللاعب عني عشان أقوم. في تكنيكات ساعات أقدر أستعملها نفس الرسينج, مثلاً في الرسينج عندنا تكنيك اسمه السويتش اللي وأنا تحت الريال مطيحني أقدر أنا أقلبه وصير فوقه. وساعات أقدر أستعمل حتى الجوجيتسو مالي أهدد بالسبنشن بس عشان أسوي حق روحي مساحة وأرد أقوم. في وايد أشياء يعتبر أنت سراي لعبك ومثل ما قلت وخصمك من زين. إحنا أنا بعض المثال وايد أحب أضربة, يعني شوف لأن حتى في الرسلينج في MMA في ستايلات زين. أنا بعطيك أحسن اثنين أنا شفتهم رسلينج حق MMA. عندك طبعا لاعب حبيب نورماجوميدوف معروف زين, وعندك جورج سان بيير. وعلى فكرة هم المفروض يلعبون بس هم خلينا نشيل الفايت الحين, ما نبي نتحكى عن الفايت اللي ممكن يصير بينهم.
بس خلينا نتحكي عن ستايلهم. اثنيناتهم مصارعين وايد زينين حق MMA. طبعا جورج سان بيير هو يعني مثل ما يقول وان راوندد، يعني عنده اريحيه على الواقف في السترايكينج وفي الجوجيتسو مرتاح يعني. بعد ايضا لكن انا اتحكي عن ستايل في الاسلوب في الرسلينج بين الاثنين. اثنيناتهم يعتبرون من احسن اثنين يمكن رسلينج حق MMA. اثنيناتهم اذا دشوا مسابقه رسلينج بيور رسلينج فري ستايل ما بينتجون شيء، سبحان الله. بس في الامامي ممتازين، بعد ستايلهم وايد غير عن بعض، سبحان الله. صوتك وين راح؟ انقطع صوت. ايوه الحين الحين اوكي. حبيب شي يسوي؟ حبيب يحط الواحد في الكيج، يحط الواحد في الكيج، يشتغل من هناك، يشتغل upper body، يشتغل body lock take downs. أوكي. هاي قوته. حلو. ما تشوفه شوت من داخل نفس جورج سان بيير. جورج سان بيير هو في السترايكينج أثناء الكومبينيشن يدش على دخول على الريل ويدش وايد حلو، يسوي كم شيء حلو، عنده دبل لق حلو. زين، مو بس الدبل لق ماله حلو، عنده 3 variations حق دبل لق حلوين. فهم قصدي يعني بيروح حق راس ألف، يدافع عن ألف بروح حق باء، يدافع عن باء بروح حق تاء، أو أرد أرجع حق باء. بناء على ردة فعل خصمي، هاي اللي وايد زين في جي اس بي. زين، بس هذه الياس هذه الاحساس هذه اللي انا يعني حاط عندي حلول حق كل حركه الخصم بيسويها. وناس ما قال ذيك المره دانيال كورميه، الموضوع في الرسلينج مو موضوع انا خذيت سنجل ولا دبل ليج، موضوع ان انا مجهز خطه كامله، لان ما راح كذي بروح كذي، اذا ما رحت يمين بروح يسار. وهذه الاحساس في الرسلينج ما يجي قول والله من تمرين تمرينين سيمينار سيمينارين، احساس 100% كلامك سليم جدا. يعني شفت يعني السنسر، السنسر مسامحه دقيقه بس بعض السنسر اللي كان عند حبيب يوم داستن بوريه يحاول يسوي رولينج وحبيب تقريبا يهد داستن يخليه يسوي رولينج عقب يفوقه، هذه يعني احساس شلون انت حسيت انه هو بيسوي رولينج مع انه يعني يعني هذه القدره ما تي من فراغ حتى عبث. اي ما تي من عبث، اي ما تي عبث صح. وانا في نقطه وايد بعد نقطه وايد مهمه ان دانيال كورمي قال بعد مره، لا مو شل سونيلز، قال انت اذا الحين بديت تدرب راسلينج خلينا نقول انت خذ لك 5 سنوات تتدرب راسلينج تعد حق حبيب، حبيب بعد 5 سنوات قاعد طور من روحه، فانت يعني اوريدي متاخر كذي كذاك انت متاخر. ايه. علي الصوت اوكي؟ ايه شوف ايه شوف صوت اوكي. ايه. انزين شوف هاي المصطلح اللي كنت تقول يسمونه تشين راسلينج، يعني سلسله سلسله تيك داون. فيعني لازم تكون نفس السلسله انه ما تخلص، عرفت؟ مو راح حق واحد اذا واحد ما اشتغل ما عندي حل. اوكي. فاللي يلعب وايد رسلينج، اللي يسوي وايد سبيسيفيك سبارينج مثلا، يبتدي من السنجل ليج او الدبل ليج. انزين طبعا يبي له علم وعمل، انا كله اقول لازم نجمع العلم ويا العمل. بس يعني اذا نسوي سبارينج وايد سبيسيفيك من السنجل ليج من الدبل ليج وعندي حلول، بعدين صعب واحد يفاجئني في الفايت اذا انا وايد احط وقت هني مثلا، او ابتدي في السنجل ليج. خلينا نبتدي في سبارينج كل يوم سنجل ليج. اوكي. ورفيجي عارف انا بس ايش ابغى اسوي، فبيبتدي يدافع. مره بيسوي هدف ومره بيسوي هدف، فويا الوقت يصير نفس شنو مصل ممر نفس اوتوماتيك. اخوي اوتوماتيك انت شايف هالشيء 5 مرات 6 مرات 7 مرات، عرفت؟ فمن كذي اخوي يعني اللي يبي له وقت، وكل ما ياكل في التمرين واحد ديفنس ماله زين كل ما طورك انت. فانا من كذي اذا اصيد على واحد من طلابي شيء اصيده في سبمشن او حتى في سويب او اللي هو خلينا نقول سيدا علمه ايش سويت انا عشان شنو؟ عشان مره ثانيه يدافع. اوكي. اذا دافع عن ذي بيخليني انا بيجبرني انا ان ابتكر شيء، ابتكر شيء جديد او شيء اذا انا كنت ناسي عنه ارد اسويه، تعرف؟ انه يعطيني يعني نفس ابي احسن دفاع يجيني في التمرين انا، فاهم قصدي؟ لحصلت احسن دفاع هني ابتدي اطور 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 لين ما توصل لمرحله تحس انا في البوزيشن لو من جدومي ما بدي يوقفني. هذه هو واحد المفروض يطمح له. يا السؤال وحبيب هلون على الكيج. انا بسالك سؤال الحين شوي بتجه شوي شخصي، يعني ايش كثر اثر عليك
النادي على حياتك عمليا دراسيا؟ هل انت تحس ان اثر عليك النادي وتاسيسه والتعب اللي سويته ويا، ولا تحس ان والله هو شيء جزء من حياتي كذي؟ والله تشوف شيخ، يعني نفس الوقت هو اثر، بس نفس الوقت سبحان الله هاي الوقت يعني تعرف ما تحس فيه، يعني يطير ساعات تحس فيه بلا، يعني انت داوم مثلا، كنت داوم يعني في بنك يعني من الصبح للمغرب في البنك، وبعدين اروح النادي، وبعدين يعني كل يوم تقريبا يعني كل يوم ترقد فيك نقص نوم. عرفت؟ لأن بتطلع من البيت 7 الصبح مو بترجع ليه في الليل 10 في الليل. يعني انا كان كل يوم عشائي الوقت العشاء 11 في الليل، ما شاء الله، وانا طالع من 7 الصبح. زين، ويوم الثاني لازم ارد اقوم لازم ارد اقوم 6 ونص يعني. حق انت توصل حق النتائج اللي سويتها الحين، يعني ايه الحمد لله. تعرف يعني شوف، يعني الموضوع يبيله جديه، يبيله واحد ملتزم. يعني ناس عبونه ملتزم بس جانب اللاعب. اخوي اذا المدرب مو ملتزم صعب ينتج لاعب، او خلينا نقول خامه لاعبين. لان انا في مثال كله اقوله، ساعات صدنا حالات اللاعب هو يطلع المدرب. حلو، تصير هاي الحالات، مو مدرب يطلع اللاعب. صح كلام. ساعات في مدربين يعني وايد يحبون ياخذون مثل ما نقول الكريدت، ان يحس انا صنعت هاللاعب، هاي اللاعب ولا شيء بدوني. صح كلام. اول شيء انا ما احب هاي، يعني المدرب يقول انا سويت هاللاعب. واخوي يبي له دائما من الاثنين، التزام من الاثنين، 50-50 تقول. يعني اذا هاي اللاعب، اذا اللاعب هذه كان يك مره في الاسبوع في التمرين، انت كل يوم تتمرن في النادي 6 ايام في الاسبوع، حلو، واذا اللاعب ذي يك مره في الاسبوع، لو انت اي مدرب في العالم، هل اللاعب كان بيصير بطل؟ لا. وهي اكثر وقت هاي اللاعب يدفع اشتراك ويك كل يوم. زين، فانت اول شيء لازم تقدر جهود اللاعب. هل تعتقد انها هي 50-50 الياس، ولا تظلم المدرب اذا قلت 50-50، ولا تظلم اللاعب؟ والله يعتمد اخوي. انا شفت في حالات، بقول لك انا بضربك الحين مثلا، انت عندك لاعب نفس واندرلي سيلفا. اوكي، زين، واندرلي سيلفا انت شفته نوك اوت سمايلينه. شفته تاريخه في اللعبه. صح. انزين اخوي، ريال ما كان عنده مدرب صح في حياته، انت تشوفه ليومك ذي شلون يطق البادز. لوني اي فيديو واندرلي سيلفا يطق على البادز، وخل اي مدرب سترايكينج زين حتى لو بيجنر، خل اي مدرب سترايكينج، مو لازم مدرب احسن مدرب في العالم، اي مدرب سترايكينج يعرف شغله، خلي يقيم مستوى تكنيك واندرلي سيلفا على البادز. هني حتى هاي كنت اتكلم فيه ويا واحد مدربين، مدرب الامريكي اللي ذكرته من ساعه من بوكسينج، هو كان مدرب يعني لاعبين عالمين في الامريكي. يقول واحد يا قال لي ايه، شوف هاي واندرلي سيلفا اكا الفيديو ماله اكت حده تعبان. قال هاي مو حده تعبان، هاي هو وايد زين. شلون وايد زين؟ قال هو ما حد علمه يطق صح وشال روحه. سبحان الله، فهم قصدي؟ سبحان الله. جاكري عندنا، هاي جاكري سوزا، كان يتمرن في اكس جيم. زين، وكان مدربهم واحد تشوف تكنيكات اللي حاطها، والله مو بعن شيء يعني، تكنيكات تعبانه، المدرب شكله مو بروحه، مو متمرن، شكله من النوع اللي طالع يوتيوب ويطبق غلط، مو اللي طالع يوتيوب ويحط التكنيك صح، يطالع من يوتيوب ويطبق غلط. هاللون مستوى المدرب. بس شنو، النادي فيه سبورينج، الرجال هو مقاتل. زين، عنده قلب، وعنده اوريدي خلفيه في الجرابينج، جودو وجوجيتسو جاكري، و ايه يعني اوريدي هو يعني مستوى كاثليت مستوى وايد عالي. متى تقدر تقول ساعات اللاعب يشيل روحه؟ فاهم قصدي؟ اقول لك اللاعب إيه. زين، يعني الحين متى تقول ان اللاعب شال المدرب والمدرب شال اللاعب؟ يعني الحين شوف إيه. حلو زين، هذه شوف ساعات هاي قياس من اصعب الاشياء اللي تسويها، تقيم شغل المدرب ترى في يومنا ذي، من اصعب الاشياء اللي تقدر تسويها، ان انت تقول هالمدرب ايش كثر حط في اللاعب. في اكثر الحالات، لان خاصه خلينا نقول في الامامي، لان ساعتيك لاعب اوريدي متاسس سنين ويا مدرب، بعدين حق فايت واحد يروح حق مدرب جديد، والمدرب الجديد ياخذ كل الكريدت كأنه هو اللي ذي. تعال ترى هاي ريال كان يعني اوريدي، كان يعني ريال كان بطل، ربما كان بطل، ربما كان
يعني شيء عرفت، لكن يروح حق مدرب جديد، المدرب الناس تشوفه هذه مدربة. ساعات إذا شفنا تغيير في اللعب، شيء جذري تغير، شيء يعني واضح، لمسة واضحة، مو من فايت واحد بعد بيبين، بيبين من فايت على الأقل ثلاث فايتات خلينا نقول. أوكي، أنت يريتنا الحين حق شغلة ثانية، يعني الحين يريتنا حق موضوع. بس قبل ما بس ذاك سؤالك، بس عشان أجاوبك قلت لي شيء قلت شلون نقيم. في أنا عندي تقييم واحد حق المدرب. أنا في شيء واحد أقدر أقيس فيه المدرب. حلو. خاصة خلينا نقول في الأندية، أنديتنا العامة وذي نقدر نقيس. إذا أنا عندي صالة فيها 100 لاعب. حلو. زين. واحد منهم حتى لو كان بطل عالم. حلو. زين. وتسعة وتسعين من اللاعبين ما يسوون شيء، مو حتى جيدين، مو حتى زينين، أبطال دولي. مستواهم يعني كلش ما يعني ما يشرف حتى حق مبتدئين. حلو. زين، عن اللاعب اللي صار بطل، أنا أقول هاي لاعب موهوب ولا مدرب، ولا مدرب موهوب؟ لو بنقول لاعب موهوب لأنه في حكم 99 الشخص. زين. وإذا رحنا حق نادي في 16 واحد بطل عالم، ويعني هز يعني ريكورد ماله ما له حل، يعني يدشون ويغربون بطولات دي، ويطلعت من عندهم لاعب واحد مو بزين. أو خلينا نقول من 100 لاعب عندهم 10 لاعبين مو بزينين، 90 منهم زينين، 10 مو بزينين. يعني المدرب. يعني بس الحين تيريتنا حق شو اسمه شغلة ثانية الحين. الحين كأنك تقارن لي ألايانس ويا جي اف تي. زين؟ أنت هاللي الحين تقول، لأن تشوف إذا بني حق ألايانس كمية الأندية وال لو يجمعناهم كلهم نشوف حتى تمرين الواحد فيهم ومساحاتهم والعدد الديار اللي فيها ألايانس عاد الحين إن شاء الله حد يدافع عن ألايانس ما يندرم إذا موجودين، لأن عندنا في البحرين قوي حق ألايانس يدافعون عنهم. عندنا مشكلة بتودينا الحين إيه بتودينا في أدري خل نتكلم عندنا ألايانس وجي إف جي إف أقل فريق صغير لكن عنده تقريبا ويا 10 ل 11 اتذكر بطل. شوف خليني اقول لك بطل عالم عندهم يعني في لا في شوف هاي مقارنات صعبه. شوف بقول لك هاي مقارنات صعبه. اول شيء ليش؟ لانه بقول لك شوف مثلا الانترناشنال الاينس يعني ادوا يعني في بطوله الاي بي جي جاف ما عليهم كلام، تعرف يعني اكثر فريق فاز كفريق بطولة العالم كفريق يعني كنقاط يجمعوها هذي. بس لأن عندهم حضور في أمريكا، عندهم لاعبين في أمريكا، عندهم الإمكانية أن اللاعبين يشاركون. بس مثلا إذا تي في البرازيل لا، جي اف تيم وجوده وايد قوي في البرازيل أصلا. في ريو دي جانيرو وايد قوي، يعني أي بطولة تصير في البرازيل في برازيليان ناشنالز آخر كم سنة كله جي اف تيم مسيطر بدون منافس، فهم قصدي؟ بس ساعات أما دوليا إيه ما عندهم حضور نفس ألاينس. يعني ألاينس من متى في أمريكا؟ من متى في أمريكا؟ جيفتي تهم كم سنة ترى؟ مؤسس ألاينس هو نادي في أمريكا اللي هو روميرو كافلكانتي يسمونه جاكري. هو مؤسس ألاينس، هو أظن هو المؤسس الرئيسي عقبه فابيو. فابيو تم في البرازيل بس روميرو راح ليش نظيم؟ راح أظن شارلت، منطقة شارلت أتلانت في أتلانتا. وعندهم مارسيلو غارسيا من السنين، من يعني يمكن كم سنة صار في نيويورك مارسيلو غارسيا بويد، يعني يمكن 20 سنة والله ما أدري، جوز 20 سنة ما أدري والله استغفر الله ما بخربط يعني، بس إيزي 10 سنوات، إيزي 10 سنوات مارسيلو غارسيا في نيويورك. وعندك كوبرينا في لوس أنجلس بعد صار على الأقل 10 سنوات. فعندهم حضور هناك، عرفت؟ وهذين اشتغلوا جي اف تي. لوكاس بعد كنا في كاليفورنيا. لوكاس الحين فتح نادي يعني هم حتى الحين. بس انا قصد ان هذين يعني جي اف تي اسسوا افرقه قويه في امريكا من زمن طويل، عرفت؟ من سنين يعني. أوكي. من سنين ورا. اما جي اف تي توهم من كذا سنه، وحتى رئيس جي اف تي جوليو سيزر ما عجبه الوضع في أمريكا رجع البرازيل، عرفت؟ يعني هو يحب البرازيل وايد، يعني استصعب إنه يعيش في أمريكا. الحين في لاعبين من جي اف تيم هم افتحوا أندياتهم، بس بعد كلها من 3 سنوات يمكن. زين، سؤالي أنا شوي هو استفسار. نعم. الإمارات من الفريق اللي مسيطر؟
الاينس جي اف جي اف تيم هو الفريق اللي يفوز اكثر شيء كفريق عالمي في بطوله الورلد برو جراند سلام. اوكي بس كمدربين كمدربين اماراتي في هناك ونوادي في الامارات في نادي الوحده كان كانوا يطلعون الاول كنا نادي الوحده مو متاكد بس طبعا هاي يعني نواديهم فيها يعني مشاركات برازيليين بعد يعني ومن مدربين او من جريسي بعد تعتبر فريق من الفرق جريسي هي في الاساس عائله وفايل عائله فيها في لها كذا 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 نادي كذا فريق يعني على سبيل المثال خلينا نضرب لك مثل بحريني حلو نفس شويطر زين الحلويات زين كم شويطر فيه كم شويطر فيه وين الحين هذه ما لها خص في ذي تعرف هذه ما لها خص في ذي وهذه ما لها خص في ذي اوكي بس الاسم الحين طغى الاسم إيه ففي حتى مثلا حلويات شويطر الناس تحب تحط شويطر مع انه مو باسم عائلتهم ولا يصير لهم شيء ولا ذي صار هاي اسم بس الجريسيز كانوا نفس الشيء الحين في يعني كذا مدارس في عندك يعني مدرسة إليو جريسي اللي الحين صارت جريسي أكاديمية موجودة في البحرين بعد يعني من أحفاد إليو جريسي من هورين من ولده هورين اللي أسس اليو إف سي لعياله هنر وهيرون وعندك مثلا كارسون جريسي قبل اللي كان معروف يطلع أبطال عالم في الأمامي خاصة في الجوجوتسو في الأمامي كارسون جريسي كارسون جريسي هذه كان داهية كارسون جريسي هذا اللي ولده الحين يلعب أمامي كارسون لا كارسون عنده ذاك هيكسن ولده يلعب امامي ولد هيكسن اوكي هيكسن هاي كارسون يصير عم هيكسن اذا ما خاب ظني اوكي عمه او ولد عم ابو شيء كذي والله بالضبط يسوون حلوه نفس الحلوه وصلنا انزين انا ما بي بس برجع مره ثانيه لان سوالفك يعني ما شاء الله تبارك الرحمن ما ملها بس خلينا نتكلم بس عن بريف هنا في البحرين اللي صار ثلاثة اسابيع كانت من اقوى ثلاثة اسابيع في على مستوى الامامي خصوصا ان بريف سوى هذه الفايتات ودخل بعض الاشياء وياب بعض اللاعبين اللي اشوفهم انا يعني مستقبل جدا قوي في الامامي سواء على المستوى البحريني ولا على المستوى الخارجي. بنتكلم بس اول شيء عن لاعبين البحرينيين. انا اعتقد ان اول واحد نتكلم عنه ايتو. انا كان مودي ان انا اشغل فيديو عن ايتو وانت تتكلم عنه لكن للاسف يعني الفيديوهات الهايلايت اللي انا شوفيتهم كلش بسيطين فبحاول بحاول ان انت اشرح لنا بس شو اللي تشوف. اوكي ايه طيب اول فايت كان حق لاعب بحريني كان في هالثلاث اسابيع كان حق اللاعب عبد الله يعقوب ايتو كان فايت وايد حلو انا وايد استانست وانا اشوف الفايت صراحه كان اداء مشرف يعني من ايتو يعني يعني لاعب بعد مو يعني خبرته في الامامي مو من سنين طويله يعني يعني قدم أداء مشرف وشفنا فيه تطور فني صراحة في لعبة يعني فهم قصدي أنا استانس إن أشوف التطور الفني النتائج حلوة بس أنا بالنسبة لي خاصة إن أراقب اللاعبين أمتشر أشوف التطور الفني ليش لأن ريكورد مارك لحين ما ينحسب لاعب البرو أنت أهم شيء تبي نتيجة أنت أهم شيء تبي نتيجة بعدين تنظر إلى الأداء أما لاعب الأمتشر تنظر عليه نظرة مختلفة تنظر عليه نظرة إن شنو تطور شنو قاعد يقدم إيتو تطور وشفنا راسلينج ماله على القفص كان وايد حلو ضد اللاعب طاجيكستاني اظن هو اظني طاجيكستاني كنا اي من طاجيكستان انا احاول اضبط لحظه دقيقه بس خلنا اضبط الشوشه زين كمل لاعب ضد طاجيكستاني اذا ما خاب ظني هو لاعب سامبو لاعب مدرب سامبو زين فستايل إيتو كان وايد صعب حق هذه لاعب السامبو اوكي انا يعني في ناس ما تفرق بين السامبو والرستنج شوف شباب اللي يلعبون في كي اتش كي يلعبون رستنج ويلعبون وايد على القفص فستايل السامبو كان ما ساعد اللاعب طاجيكستاني وايد ويا اللاعب إيتو لان إيتو اول شيء انا بحاول ايه بحاول اشقل يعني مع انه مو واضح عدل لكن بحاول اشقل اللي اقدر اشقله دقيقة
اوكي زين ايه اوكي نشوف هذا زين لحظه شوف عيني هنا عند الاندر هوك اوكي اوكي طيب انزين المهم اها فتشوف هاي ستايلات التيك داون شفنا مثلا اشتغل من اندر هوك وبدلها لي دبل ليج وذي تعرف حتى تشوف هني الدفاع عن الدبل ليج لاعبين السامبو اخوي مشكلتهم شوف في ناس ما يفرقون بين السامبو ريسلينج عبونهم حبيبه هو جاي من سامبو يعني حبيبه هو كان لاعب مصارعه لعب جودو بعندش سامبو كامتشر ام ام اي بدون ما يدش ام ام اي بروفيشنال دش سامبو ما تعلم يعني ما تعلم تكنيكات سامبو يعني لاعبين السامبو اخوي شبه يعني عندهم اشياء مشتركه ويا الجودو ويا الرسلينج بس مشكلتهم اخوي نفس الشيء ما عندهم تخصص قوي يعني شفنا دفاعات بعضهم هاي اللاعب الطاجكستاني كان يدافع مثلا بطريقه انه يحضن الجسم اوكي بدون ما مثلا لاعب مصارع بيدز الراس بيستعمل الشن ستراب هيدلوك وبيحاول يفتر ورا ظهره اوكي زين فهذه اسلوب السامبو هني شوي انكشف ضعيف يكون ضد الرسلينج هاي دلاله على بعد هاي لاعب مو سهل ترى مو لاعب سهل انه واحد يغلبه ترى خاصه حق لاعب امتشر نفس ايتو ولا وانت جالس تتكلم عن باك جراوند ان انت تاخذ تيك داون وان انت في 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 وقت قصير يعني ايتو مو يعني ما ظنتي نفس الهيستوري ماله اذا انت جيت قلت لي والله هما من سن 6 سنوات مري كم يتبرنونهما يعني مشيت يا اخوي انا اقول لك ما في مقارنه بين مصارعه واي لعبه ثانيه سنتين مصارعه 10 سنوات من اي لعبه ثانيه فاهم قصدي سبحان الله مشيت انا يعني ضربتك مثال مساع في هندري سهودو يتمرن 3-4 سنوات امامي هاي صار بطل عالم لانه كان اوريدي بطل اولمبي في المصارعه بس بس شوف هاي بين الشغل ايتو انا عجبني يعني كان دبل كان عنده حلو كان عنده الحس كان عنده وايد حلو يحطه على القفص ما يطول هناك سيده يرفعه على عكس بعض اللاعبين اللي يحبون يتسندون على القفص ويطولون الموضوع وذي ايتو زين على القفص لاعبين في نفس الطول فما في اي مشكله على القفص راح كذا مره أغلبية اندر هوك اغلبيه اللي تكلموا عن فايت ايتو قالوا يعني كان ايتو حتى متفوق في الاسترايكينج وكنت انا ما شفنا وايد سترايكينج إيه. احنا ما شفنا انا ما انا صراحه الفايت ما اتذكر الجزء السترايكينج انا بس كان يجذبني التيك داونات اللي شفتها وذي اي انا يعني من الاشياء اللي قلتها انا بعد في ضمن نقاشي وحواري معهم ان يعني انا افضل دائما ان انا اذا بقلب بالرسلينج و تكون عندي كمية الإصابات أقل بعد الأفرج إنه هو ممكن لا يطقني طقة واحدة غلط أو أنا أشوت شوتة غلط ولا أنا طق وتعور وينتهي الفايت وهذه الشيء اللي يخلي مثلا حبيب إنه للحين مواصل لأنه هو يقلل الاسترايكينج ويروح حق يلعب بطريقة إنه ما يتعور يطلع بأقل إصابات أقل أضرار يخلص الفايت خصوصا انت تشوف اللاعبين الاسترايكر يكون اعمارهم اقصر ممكن لا يطلع متعور اغلبيتهم يعني يطلع لازم جب سريله يعني اخر فايت مثلا حق فركسون ويا كيجي اثنينهم متعورين اثنينهم في المستشفى فهمت الفكره يعني هو طبعا يعني هو طبعا واحد يقدر يغلب الجرابلينج طريقه امن الا اذا انت السترايكينج مالك زين في المساحات وزين تحافظ على مساحتك نفس اديسانيا اللي بتغلب الفايت ولوك يا ادوبشن مخويك يعني ايوه اي شيء ثاني يعني بس العاده يعني الجرابلينج طريقه يعني امن حق واحد يفوز لان اذا صرت فوق واحد صعب يطقك او اي خلينا نقول او اي طقه مؤثره فتقدر تقول يعني هي تعطي نفس عمر اكثر حق الفايتر حق لا الفايتر وخاصه اللي يتمرنون سترايكينج بالقوه في الجيم انا كله اقول الخطوره مو بعد الفايت اللي اذا الفايت انت مثلا عندك 3 فايتات في السنه حلو بالكثير يعني. تلعب في السنه 3 سنوات خلينا نقول 5 سنوات يبي يلعب في السنه ما عليه الجيم انت كم مره تمرن في النادي سبورينج إذا أنت تمرن خلينا نقول 200 سبورينج في السنة أنت هاي 200 لازم تعرف أنت عندك 200 سبورينج ولا 200 فايت لأن إذا رحت فوق صار عندك 200 فايت في السنة هاي صح
وهي شيء خطر جدا. هاي من كذي تشوف عقب فترة يعني أي بوكس إلى نوكاوت. أيوة. لأن أنا شايف شباب في الجيم صايدهم نوكاوت من السبارينج يعني. هاي بلوى. وفي وادي عندهم مو بشيء عود يعني. أوه صار نوكاوت إنزين مرة ثانية لا تطق نوكاوت. بس يوصل نفس الطريقة سبارينج تعرف. هذه غلط يعني. الحين شفت يعني شفت اللي سوى ميوتشيتش ويا كورميا. ميوتشيتش يوم أخذ النوكاوت من كورميا ما تسرع في الرجوع حق الفايت. ولا تسرع يعني شوف خذ مدة لأنه أوردي هو ترى يوم خذ النكاوت من عند كورميه كثير وايد تكلموا عن إنه هو خذ وقته حق الريكفر خصوصا إنه يقولون بعضهم بعض أنا ما أوري بدي المعلومة إن الشن إذا راح ردته شوي صعبة يعني تذكر مثلا جاكاري سوزا صارت أيام معينة إنه بس من أحد يجاس راسه نكاوت مير فرانك مير كان واندر سيلفا فالشن الشن ايه تفضل لا شوف كوبا زين من أقوى دول العالم في الأمتشر بوكسينج أوكي زين شلون يتمرنون زين أخوي ما يتمرنون في الرأس ترى قليل يعني إذا تمرنوا في الرأس يحاسبون وحتى إنشائهم حق لاعبين البوكسينج يعني جدا يعني خلينا نقول يعني ينشون قاعدة أو خلينا نقول أسس تعليمي بحيث أن أو منهج تعليمي بحيث أن اللاعب لين يودش السبارينج أصلا هو يعرف شلون يتصرف في كل شيء أوكي. يعرف الديفنسز أنواع الديفنسز يعرف ديفنسات اليد يعرف ديفنسات الرأس يعرف ديفنسات الريل اللي أوردي هم مشهورين في الفوت وورك بعد الفوت وورك وايد قوي عندهم أيوة إنزين المهم فحتى لين يبتدي يسوون سبارينج ترى إنزين شلون يسوون سبارينج ما فيه في الرأس يلعبون في الصدر ما قصدي أوه معلومة أول مرة عنها إيه يلعبون ساعات في الصدر أو يلعبون مثلاً أو في الواي ساعات حتى يلعبون على قولاتهم سلاب سبارينج كنا كافي يعني إحنا هني ما ينفع لا ما يمشي عندنا أخوي لكن القصة يعني شوف من جيل الكوبي عنده يمكن 300-400 أمتشر فايت بوكسينج انت تصبر انت في كوبا عادي ترى 300-400 أمتشر فايت روح مويتاي في تايلند انا شايفه شيء قدامي شلون يسوون سبارينج اخوي حتى بدون هالشنغارد يسوون سبارينج ومن كذي اعمار اللاعبين هي وتحصل كل اسبوعين يلعب فايت بس ليش بعد انا لان اذا انت تلعب كل يوم في الجيم سبارينج عزه نفس وتبي تغلب السبارينج وتطق رفيجك وذي واخوي هاي اخطر من الفايت لان انت هاليوم قاعد تلعب 200 فايت في السنه اوكي هو جذاك حتى هو جذاك يمكن يلعب 20 فايت في السنه حتى هو اذا يلعب كل اسبوعين خلينا نقول اذا يلعب كل اسبوعين 26 فايت في السنه صحح لي المعلومه اذا انا غلطان بس هو سبارينج مو سبارينج صح سبارينج تكنيك سبارينج تطويري سبارينج ذي مو سبارينج بس في بعض صح كلامك هذا قصدي يلعب 26 فايت في السنه بس انت السبارينج مارك عن 200 فايت في السنه صح كلامك زين صحح لي المعلومه اذا انا غلطان يقولون توني فيرغسون ما يدش سبارينج نهائيا يقولون والله اعلم يعني انا ما عندي اي علاقه مع الاشخاص اللي حوله بس هو بنفسه انا سامع هو بنفسه يقول انه هو في المرحله اللي ما يحتاج سبارينج وبس عنده تيمه ومدربه وذي يعني سبحان الله انزين نتكلم عن علي يعقوب نتكلم عن علي يعقوب بس انا شيء بضيفه حقيته كمان كان لنا احب ان اعطي شيء بعد كان لعبه كان فايت حلو هو خسر اول جوله بس وايد عجبني قدر يطلع من الظهر ترى بوزيشن مو بسهل تطلع منه طلع منه في نهايه اول جوله لكن الشيء اللي كان ناقصه في الفايت اللي اتمنى انه يطوره المره الجايه كان ياخذ التيك داون بس الحين نبي نسوي شغل من التيك داون نبي يعرف يعزز البوزيشن ماله سيطره يحط روحه في مكان السيطره الثاني ما يقوم يقدر يسوي دامج او يبتدي يتطور حق السبمشن اوكي او خلينا نقول اعتلاء الصدر الماونت اللي عرفت
فهاي الشيء اذا يسمعه اتمنى انه يسمع هالكلام. إيه بس بالعكس الفايت كان وايد زين، بس حبيت اضيف هالنقطه لان احنا ما يصير بس نشوف الفايت وناخذ اذا فزنا وناخذ الشيء الزين ونحس ان اذا فزنا الفايت ما سوينا ولا شيء غلط. صح كلام زين. علي يعقوب، علي يعقوب كان فايت من يعني بدايته لنهايته مسيطر. هو مسيطر، هو مسيطر، بس انا توقعت صراحه علي يعقوب ياخذ سبشن، يعني حتى الشباب اللي كانوا قاعدين وياي لان انا متمرن وياه وايد، يعني هو اول ايام في التمرين كانت وياي بعد، فعرف شخصيته، عرف شخصيته في التمرين، عرف قوته ومستواه. انا توقعت صراحه من اول جوله يعني ممكن ينهي نزال علي يعقوب، لكن سبحان الله تعرف ساعات في الفايت لان هاي فايت وخوي شوي سلطت الضوء عليهم غير الاماتشر. يعني هذه انت عارف على بريف على التلفزيون على ذي، فاحس انا في شوي كان تردد من علي يعقوب سبت هالجانب. بس كان كان كان, كان فايت زين، كان فايت يعني سيطرة ما نقدر سيطرة تامة. بس الحين لازم في التمرين انه ما يكتفي في السيطرة، تعرف يشتغل على يعدل السبمشنات، لان اخوي يمكن ساعات خصم ثاني يبتدي الراوند اذا ما تخلص الفايت انت عندك هالكثر سيطرة. زين ايش كثر شفنا في الامي خصم عنده السيطرة تامة بعدين يردون الفايت الجولة ثانية من واقفين يتقيل بوكس خلاص انت الموضوع خلاص يخسر. زين في سؤال علي اظن خسر مرة هلون في استراليا هو خسر مرة هلون كان مسيطر على اللاعب مسيطر كامل اتذكر الفايت مسيطر كاملة لعب وايد زين، بس سبحان الله تعرف الجولة الثانية. فالحين هاي الاشياء اللي لازم الشباب يحطون بالهم عليها انه يتطورونها. اوكي زين في سؤال محمد يقول بس كلام الكابتن عن يعني كلامك انه هو يلعب 300 مباراة مثلا عن التمرين اللي قلت عنه انه ما يتمرن كل يوم يدشون سبارينج بس بيصير نفس الشيء بس بوكسينج في الجسم، فهمت الفكرة؟ يعني اوريدي انت ما احنا نقطة إيه بس الجسم حلو بس الجسم استوعابه غير جسم يستوعب الطاقة شوي احسن من الراس اخوي لأن الجسم يحمي عضل، عرفت؟ في عضل انت مو جمجمة قاعد تتخلخل، عرفت؟ يعني ما حد موت من طاقة في البطن ترى. أوكي. انا ما اعرف احد سمعنا قاعد موت من بوكس في بطنه. واحد طب على راسه تسمع، واحد طب على راسه يموت. واحد يعني انا ما اتحكي بس في البوكسينج، اتحكي عموما. فالجسم الجسم يستوعب طاقات احسن ويتشافى احسن من الراس في اشياء ما تشافى منها. اوكي لانه هو يعتبر ارتجاج وايد اسهل تطوف الحدود الراس وايد اسهل انه يطوف الحدود يعني. بس هو يقول يعني ما بيعطينا باد هابت انه يارك كله بتنزل تحت في التمرين. لا شوف هو لازم انا هو القصد ان هذه مبدئيا وهذه مبدئيا يبتدون السبورنج هاللون. أوكي. يعني هو المنهج التعليمي الكوبي ان اللاعب لازم يكون فاهم كل شيء قبل ما يسوي قبل ما يبتدي يخوض في تمارين السبارينج، وبعدين عنده مهله شوي قبل ما يبتدي الراس. انا ما ادري كثر عندي وقت اظن بس بيخلص علينا الوقت لان الانستغرام يعطينا بس ساعه بشكل سريع بس نبي ندش على حمزة الكوهجي. شلون فايت كان حمزة الكوهجي؟ كان اول فايت نشوف له 3 جولات على الواقف. كان اقوى خصم حمزة قد لعب وياه والحمد لله الله قدر انه يفوز. كان يعني فايت يعني جدا متكافئ لكن ان شاء الله يعني انا حسيت الطرفين كانوا يقدرون يسوون افضل، لكن انا بعد اقول هاي احنا في زمن الكورونا شوي الواحد مو قادر يتمرن مثل ما هو معتاد عليه، شوي الاجواء شوي غير. لكن كان فايت وايد زين نسبيا حق حمزة لان روانا انه هو يقدر يلعب على الواقف، وانا كنت اتمنى اني ادخل التيك داون فيها اكثر. هو راح انا ذكر شفته راح التيك داون واحد واثنيناتهم كانوا على القفص اثنين على القفص كانوا على القفص اثنيناتهم ولا واحد على القفص ما اتذكر ما اي كنا كذي هو تو اتمت كنا لان اشوف لان اللاعب الطويل اخوي صعب الطيحه من على القفص. اللاعب الطويل ترى القفص شوي له اللي عنده طول شوي عنده افضليه على القفص، فاهم قصدي؟ حق اللي يفتح ريله اكثر يقدر ايش اسمه لا يفتح ريله لان اللي في اندر هوك وفي ذي يقدر يرفع يرفعك يقدر يرفع شوي صعب تنزل له تعرف لان في كلينش
في كرنش اوكي. غير لان انت في المفتوح، في المفتوح بالعكس، في المفتوح انا في العب يلعب طويل ابغى اروح له في المفتوح اكثر، لان انا اوريدي مستوى الحوض عندي اخف من حوضه، فلين اصير شوت حق التيك داون انا اوريدي ابتدي من هنا اوكي خلاص، فلين ادش اوريدي انا اسهل، فمو لازم انزل وايد. حلو حلو. بس على القفص، على القفص، على القفص صعب تنزل واحد طويل اذا كان الفرق في المستوى جدا عالي، بس الحمد لله حصل له فوز على خصم يعني محترم. وانا اتوقع هو شاف الفايت وهو بروحه يبي يطور من نفسه، وان شاء الله نشوف التطورات يعني في الفايتات الجايه، لان هاي الفايت مثل ما قلت لك اخوي ويا الكورونا ويا ذي اتوقع كان معسكر جدا غريب. انا ما كلمت حمزه في معسكر ماله، ما اعرف شنو سوى بالضبط، بس اتوقع المعسكر يعني نفس اي معسكر في العالم شيء يعني غير المألوف حق اي لاعب. ونشوف ان شاء الله الفايت الجاي ان شاء الله بيكون يعني بيكون حماسي اكثر ان شاء الله. انا سعيد جدا باللقاء ذي، ووايد استفدنا منك، وسامحنا ان اخذنا الوقت، والله حسيت في الوقت ولان الانستغرام بيقطع عقب ساعه على طول، فسامحنا على القصور، وكان ودنا نتكلم بعد ازيد عن يو اف سي وبعض الفايتات، لكن ما ساعف الوقت، ان شاء الله الجايات اكثر ان شاء الله. ويجزاك الله خير يا اخوي، ونشرفني دائما، ربي يحفظك وان شاء الله نشوفك في الاخير. مشكور يا اخوي حبيبي، تسلم. الله يسلمك. الو كان معكم اخوكم احمد الشروقي، دائما مشرفين ومنورين، حياكم الله اخواني. ان شاء الله الحلقه هذه بتنزل في اليوتيوب، وبتنزل ان شاء الله في الانستغرام اي جي تي في، وسامحونا على القصور، ونشوفكم ان شاء الله في بث جديد باذن الله الواحد الاحد.